النهارده كل السلع موجود في مجال الصناعه كلكم بتتعرضوا ده في السوق. والله زي الراجل كده يعني ده ما تعبتش عليه خدي قلت له روح فين ما تبقاش كويس خدت ورق وخدت السكر لحد بعيد لحد ما جيت اعتقد انتهت بلا رجعه الطلبات الموجوده في السلع التموينيه في مصر وده ايضا لم تاتي من فراغ هناك سيادات تمويليه وسيادات الحكومه وسيادات الشركات الصغيره دائما يوجه الى تخفيف الاعباء عن الناس وبالتالي النهارده السؤال حول المشكله الخاصه تخليني اشارك ولا ما اشاركش لا المشكله الخاصه تخليك تشارك بزياده لان عندما تنتهي مشاكل المجتمع ثم تنعكس على